صح نفس ابو خالد، ايش اختلف السنه هذه طريقه التعاقد عن طريقه السنه الماضيه؟ السنه الماضيه القرار عند النادي، عند الرئيس ومجلس ادارته، ممكن الرئيس يخلص الصفقه بتفويض من مجلس الاداره مع وكيل اللاعب مع النادي اللي بينتقله. الان في ظل الاليه الجديده بالذات انديه الصندوق، ايش الاليه الان للانتقالات؟ يعني وكلاء اللاعبين او وسطاء اللاعبين كيف الاليه؟ يكلم الرئيس ويخلص معاه ولا كيف؟ ولا في جهه معاهم ولا شلون؟ والله طبعا يا ابو بدر في طبعا اللي هي الرابطه هي مسؤوله عن هذه الامور خاصه، عارف الانديه ما رابطه دوري المحترفين، رابط دوري المحترفين. انا ليه؟ اتكلم اللي هي لجنه الاستقطابات او لجنه التعاقدات الموجوده في الرابطه، هذه الانديه اللي مش تبع الصندوق ابدا، اترك الانديه تبع الصندوق، الاربع انديه لهم طريقه داخليه عندهم لها تنظيم معين، ولكن انا اتكلم رابطه المحترفين السعوديه لما اعطت دعم مالي وحددت مبالغ الانديه السعوديه حسب مراكزها في لسته يا ابو بدر زي الاتفاق زي الشباب قصدك التعاون. نعم والانديه كلها اللي تحت في يا ابو بدر في لسته طبعا طالعه من الرابطه، لعيبه مرشحين من قبل الرابطه من الناس اللي قائمين على هذا الملف، تقريبا فوق تقريبا 150 لاعب و160 لاعب ترشحهم الرابطه نظرا لمستوياتهم وحتى قيمهم السوقيه عاليه، تم ارسالها لجميع الانديه، بعد كذا الانديه تختار من هذه اللسته ويتم الرفع بالطلب للرابطه، وبعد كذا رئيس النادي هو وجهه نظره يبغى يشوف يبغى يكلف وكيل معين او وسيط معين او يبغى يروح لوسيط اللاعب مباشره او يخلي الرابطه مثلا تساعده في التعاقد، هنا تتم التعاقدات. ولكن يا ابو بدر الموضوع هذا تعرف جاء متاخر شويه، اثر كثير على الانديه خاصه نتكلم غير انديه الصندوق، الانديه اللي تحت قد يكون الاتفاق واضح انه في دعم ما شاء الله تبارك الله عندهم، نادي الشباب في خلال الايام الاخيره سامعين عن دعم برضه جايهم، ولكن الانديه اللي تحت يا ابو بدر بكل امانه تعاني، اداره نادي التعاون تعاني، الرايد ابها ضمك، الانديه اللي تحت الفيحة لا شك انهم يعانون، لان القرارات جايك يا ابو محمد جت متاخره يا ابو بدر جت متاخره، ولكن انا متاكد انه السنه القادمه الاليه حتتغير، الوضع حيكون اسهل، الانديه بصراحه لقيت معاناها الان، يعني على سبيل لما تحدد لك مبلغ معين وتعاقدات فيه، السنة القادمة أتوقع طيب. إن شاء الله حتاخذ حقها يا أبو بدر أندية الوسط والأندية اللي تحت مع الأندية الصندوق بأمر الله سبحانه وتعالى في الدعم المالي. طيب أستاذ صالح بن خالد تفضل.